نظامه حتى الموت. يعرف محسن فكري تاجر سمك مغربي بسيط أن سعيه من أجل لقمة العيش سيكون سببا في مصرعه داخل شاحنة للنفايات. هذه الصور التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر اللحظات التي سبقت الحادثة. على مرأى ومسمع مارة يقفز محسن داخل شاحنة نفايات للحاق بأسماكه التي ألقتها السلطات المحلية داخل الشاحنة بغرضه تافهة. لحظات وإذا بالآلة تدور فيفارق الشاب الحياة في اللحظة ذاتها. لم يعش محسن فكري ليرى هذا الغضب الذي اجتاح مدينة الحسينة بالمغرب بعد أن تحولت الحادثة إلى قضية عينها.